في دراسة ألمانية حديثة توصلت إلى أنه نتائج مهمة جدا حول تأثير الدهون النباتية على صحتنا. الدراسة بتقول أنه استبدال الزبدة مثلا أو الدهون الحيوانية بالدهون النباتية يمكن يكون ليه تأثير إيجابي كبير على تركيبة الدهون في الدم، وده ممكن يساعدنا في الوقاية من الأمراض المزمنة زي أمراض القلب والسكري. احنا عايزين نتكلم عن النتائج دي، وعايزين نتكلم عن الدهون النباتية. احنا بنسمع عن الدهون الحيوانية وبنسمع عن الدهون المصنعة بشكل او باخر، وبنبقى دايما خايفين منها، ولكن النهاردة هنتكلم عن ان الدهون النباتية دي لما بتتاخد من مصدرها بشكلها الحقيقي من غير ما تتعرض لعمليات هدرجة هتبقى حاجة ظريفة جدا، وهتكون حاجة مميزة نقدر نستبدل بيها الزبدة والدهون الحيوانية بالدهون النباتية. هنعرف ازاي ده ممكن يأثر علينا وعلى صحتنا عامة. دكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية هي اللي هتقول لنا وتفهمنا نعمل ايه. يا دكتورة سحر صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح النور. ايه قصة الدهون النباتية دي؟ احنا كنا زمان بنخاف قوي لما نسمع قصة دهون، اي دهون غير دهون حيوانية بنخاف. هو في الحقيقة يعني احنا الدهون، مجموعة الدهون دي من المجموعات الأساسية في المجموعات الغذائية، ولكن النسبة اللي احنا لازم ناخدها من الدهون كمية قليلة سواء حيوانية أو نباتية. هي كان الأول الدهون الحيوانية كنا معتمدين عليها زمان وما بنستعملش السمنة والزبدة. يا سلام. بس هو المشكلة إن الدهون الحيوانية دي بتبقى دهون مشبعة. يعني دهون مشبعة دي اللي بترفع كمية الكوليسترول في الدم، ممكن يحصل ترسب في الشرايين، ممكن تؤدي إلى إيه؟ امراض القلب اذا اخذناها بكميات شويه في التناول، لو اخذنا كميات كبيره. بس هي لو كميات قليله كميات محدده مفيدة. يعني هي المفروض الدهون بتدينا 30% من السعرات الكليه من الاكل كله، يعني ان احنا بناخد 30% من اكلنا السعرات اللي احنا بنحتاجها من الدهون. بس الدهون دي لازم تكون دهون صحيه. يعني نسبه الدهون المشبعه اللي هي بتبقى جايه من المصدر الحيواني غالبا بتبقى 10% بس من السعرات الكليه. بالنسبة للدهون النباتية، هو الدهون النباتية في موجودة زي مثلا زيت الزيتون، في السمسم اللي هو الزيت الحار، يعني ففي اللي هو الزيوت. هي فكرة الدهون النباتية ان احنا برضو لما بنستخدمها دلوقتي يعني تستخدمها بكميات قليلة برضو، وبعدين مش كل الزيوت النباتية كويسة. يعني في زيوت نباتيه بيبقى فيها بتبقى دهون مشبعه، وفي منها بيبقى اللي هي غير مشبعه احاديه او ايه او متعدده. طب لو حابين نعرف من حضرتك اكتر عشان نوضح للساده المشاهدين كلمه المشبعه دي فيما يتعلق بالدهون الحيوانيه والنباتيه، ايه الاكثر امانا وصحه وسلامه لنظامنا الغذائي سواء كان مصدر الدهون دي دهون حيوانيه او نباتيه؟ ان انا بستخدم كميات قليله سواء من مصدر حيواني او من مصدر نباتي، ولو استخدمت من مصدر نباتي بيبقى احسن حاجه عندي اللي هو زيت الزيتون. وعندي بستعمله اللي هو البكر اللي على البارد كده بيبقى حلو. ده بيفيد انه بيقلل لي الكوليسترول، وبيقلل لي الايه، بيحسن مستويات الدهون في الدم. كمان بيساعد الجسم ان هو يتخلص من الايه الكوليسترول الزائد عن طريق انه بيرفع نسبة اللي هو الناقلات اللي هي بتبقى مفيدة بتنقل الدهون الكوليسترول من الخلايا للكبد، بتساعد الكبد ان هو يتخلص من ايه الدهون دي. عندنا برضو بذرة الكتان ده بيبقى من الزيوت الكويسة اللي هو الزيت الحار. زيت الزيتون بقى نسبة الأوميجا 6 للأوميجا 3 اللي هم من الحاجات اللي احنا بنحتاجهم جسمنا بيحتاجهم نسبة مثالية، فعشان كده بنقول زيت الزيتون من أحسن الزيوت الكويسة. بس في اعتقاد دايما إن زيت الزيتون ما بيستخدمش في الطهي، يعني بيستخدم يعني هو طبعا طريقة الطهي لأي زيت ممكن بتكون الدهون المتحولة. يعني دي مشكلة الزيوت، الزيوت ان احنا لما التكرير بتاع الزيوت وطريقه الطهي ممكن تحصل دهون متحوله اللي هي مش مفروض تكون في ايه في الاكل، ودي بيبقى ليها علاقه كبيره قوي بامراض القلب وصحه الجسم. يعني فعشان كده احنا من يعني بنستعمل دهون
بكميات معينه ها على حسب التوصيات بتاعه منظمه الصحه العالميه انها بتبقى 30% من السعرات الكليه، والدهون المشبعه تبقى 10% بالنسبه للي عندهم قلب وامراض في التصلب الشرايين وكده، بتبقى نسبه الدهون المشبعه كمان بنقل تبقى اقل من 7%. وبنستخدم طبعا كل ما اعتمدنا على المصادر النباتيه. لو حسبناها، لو حد بيتفرج علينا وعايز ياخد من كلام حضرتك 30% ده اجمالي السعرات و10% اللي هي تبقى مشبعه بس، طب احسبها ازاي؟ اترجم الكلام ده كميه الدهون يعني بتبقى ايه اللي احنا بنتناولها؟ بتبقى عايز حصتين في اليوم، 2 ل 3 في اليوم، الحصه بتبقى المعلقه الصغيره. معلقه صغيره؟ فبتبقى دي كميه ما بيحصلش ابدا حاجه. معلقه صغيره من ايه يا دكتوره؟ من الزيوت، يعني لو انت هتستعمل الزيوت او الدهون فبتبقى كميه احنا صغيره. احنا بندوق المعلقه الصغيره يعني حتى هي مرسومه في الهرم الغذائي بيبقى خط كده اصفر رفيع على اساس ان كميه الدهون في الاكل تبقى قليله، عشان كده لما بنقول نعتمد على المصادر النباتيه. أيوة. فده بيدينا يعني الدهون الصحيه، بس يعني ايه الحاجات اللي هي الطازجه الفريش، مش يعني ما يعني زيت الذره لما بنستخدمه في الطهي وكده ممكن يتكون اللي هو الدهون المتحوله. صحيح. فدي اللي هي بتضر بالصحه. فطريقه الطهي وكميه الزيوت اللي احنا بنستخدمها ونوعيه الزيت اللي بنستخدمه ده من الحاجات المهمه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. مش عارفه صيغه السؤال ممكن يعني تبقى فيها حاجه، الولاد الصغيرين دايما يقولوا لنا ليه كل حاجه طعمها حلو دايما تقولوا لنا في الاخر انها مضره؟ يعني اي حاجه من الساندوتشز اللي مليانه برجر وصوص والجبن اللي موجوده عليها زياده، حتى يمكن السوشيال ميديا ساعدت الناس انها دلوقتي تنسى طريقتنا في الطبخ العاديه اللي هي خضار ورز وبروتين، لان الناس بقت تفضل تحط كميات مهوله من الجبن المصنعه مش الجبن في الشكل الطبيعي، ودي مليانه دهون يا دكتوره ممكن تكون بتاثر وان كان طعمها حلو جدا. ازاي نقدر نوازن ما بين الحاجتين؟ ما هو كل ما كان كميه الدهون في الاكل كتيره كل ما طعم الاكل احلى، والدريسنج اللي بيتحط على الاكل الصوصات يعني لا غبار عليها زي ما بيقولوا كده، فده فده طبعا بيدي طعم وكده، بيدي طعم حلو، بس في المقابل هيبقى فيه سعرات كتيره بتؤدي للسمنه وتراكم الدهون في الجسم، وكمان بترفع ممكن سوء الاستهلاك كده على طول ممكن بيرفع لنا نسبه الكوليسترول في الدم، وممكن السكر وامراض القلب والضغط، يعني بيعرض الشخص انه يصاب بعد كده حتى لو هو صغير بيتناول الحاجات دي لما يكبر هيبقى عنده امراض ايه. فعشان كده الاعتدال يمكن مطلوب. البناء الجسدي للاطفال بيتغير، يعني بنشوف اطفال صغيرين الولاد عندهم تثدي، البنات عندهم تراكم دهون في بعض الاماكن اللي ما ده من الأكل مش الغير في سنهم المفروض يكون الموضوع ده الاكل الغير صحي، لازم احنا نمشي على نظام صحي، ويبقى الطفل من هو صغير يعني سلوكه الغذائي بيتبني من هو صغير. صحيح. من هو بيرضع سلوكه الغذائي بيتبني، فبالتالي لازم يبقى بيمشي بيبقى عارف ايه الصح اللي ياكله ايه اللي احنا مش ما فيش حرمان، ممكن ياخد من حاجه هو نفسه فيها بس بكميات صغيره ومش وفترات ايه مش متقاربه، يعني فترات بعيده. لان مهمه كمان يعني حتى لو يعني الكميات قليله من الدهون المشبعه والدهون الحيوانيه لكن احنا جسمنا محتاج لبناء الجسم. يعني الدهون دي احنا محتاج بعض الفيتامينات بتنتقل عن في الجسم ويحصل امتصاص عن طريق الدهون. فالدهون دي احنا محتاجينها، وكمان يعني بتعمل بتحمي الاجهزه يعني في البرد الواحد بيحس بايه كانسوليت كده بالحراره بتاعت الحراره اكلت تقيله فبتحس انك فهي الدهون ليها وظايف يعني حتى في وظايف الايد والتفاعلات الكيماويه اللي في الجسم وكده بيبقى ليها فوائد. الخلايا نفسها تركيب الخلايا بيبقى فيها دهون، فالدهون بيبقى ليها يعني فوائد كتيره في جسم الانسان. عايز اعرف من حضرتك اكتر بالنسبه للدهون النباتيه، اي حد دلوقتي بيتفرج علينا وخصوصا المصابين بامراض زي السكري وارتفاع الضغط او غيره وعايز يحول نظامه الغذائي، عايز لانه جزء من العلاج انك تحافظ على نظام غذائي يعني منضبط يعني. طيب لو عايزين نكلمه ونقول له طيب الدهون النباتيه دي يشتغل عليها ازاي؟ حضرتك قلت لنا زيت الزيتون والكبتان وغيره، السمسم، في كمان المكسرات مثلا. المكسرات دي من الحاجات اللي بيبقى بس برضو يعني بيبقى فيها دهون مفيده بس لازم برضو الكميه اللي بياخدها من اي من يعني احنا القاعده ان احنا بناخد او معظم اكلنا يبقى فاكهه وخضار،
فاكهه وخضار ده القاعده. يبقى فاكهه وخضار ده بيبقى فيه بنضمن ان عندنا فيتامينات املاح سعرات قليله والواحد بيحس بالشبع. وبعدين بنقلل يعني عارف حضرتك اللي هو الهرم الغذائي بتاع او الشرق الاوسط اللي هو بيبقى القاعده الفاكهه والخضار زيت الزيتون بيبقى موجود في الاكل الاسماك دي على الاقل مرتين في الاسبوع بيبقى فيها اوميجا 3 اللي هي بتبقى مفيده في الجسم وخفض نسب الدهون في الدم وبيبقى ليها تاثير على الايه التركيز والعقل وكده. برضو يعني نقلل بقى من النشويات والسكريات لان الكتره في السكريات بالذات الفركتوز ده بيؤدي الى بيتحول لدهون بعد كده كمان في صحيح. الجسم. والحاجات بقى اللي هي اللحوم الحمراء بنقلل برضو ايه منها بتبقى موجوده عند ايه نهايه الهرم على اساس ان احنا بناخد منها كميات ايه قليله. والرياضه يعني ده الحاجات دي بتساعد ان الواحد يبقى ايه صحته كويسه ما يبقاش فيه زياده في الوزن ما فيش تراكم للدهون ما يبقاش فيه ارتفاع في السكر الكوليسترول بس في امراض يا دكتوره بتحتاج نسبه ازيد من الدهون حتى وان كانت الدهون الصحيه يعني مثلا مريض الديمنشيا او المريض الالزهايمر او الامراض العصبيه بصفه عامه بيحتاج ان احنا نزود جرعه الدهون الصحيه لان النيرفز بتبقى اتاثرت فبيبقوا محتاجين يعملوا كوتينج او بيبقوا محتاجين يعملوا يعني نوع من انواع احنا بنتكلم كبريفنشن او كوقايه يعني ان انا لازم يعني يبقى اكلي متوازن في كل المجموعات الغذائيه بيبقى فيه دهون دهن حيواني ودهن نباتي بالريكومنديشن اللي مطلوبه يعني بالتوصيات اللي ايه اللي هي مقرره ازاي اخد للاغلب الاعم يعني الواحد يبقى اكله متوازن يبقى فيه اكتر الخضار والفاكهه ده بيبقى مكون اساسي مع كل وجبه والكميه البروتين الحيواني بالذات اللحمه الحمراء تبقى مثلا مره في الاسبوع او مرتين بكتير في الاسماك الاسبوع. او اللون الابيض الأسماك مرتين افضل من اللحوم الحمراء مرتين في الاسبوع عشان برضو الاوميجا 3 في السمك وده بيبقى ايه دي فايده في جسم الانسان. ده احنا برضو بنتكلم عن الانظمه الغذائيه العاديه المتوازنه لكن في بعض الانظمه الغذائيه بتبقى بتعتمد بشكل كبير على الدهون والبروتين كيتو ودوكان الانظمه يعني احسن حاجه غذاء متوازن صحي يعني لازم يبقى متوازن يعني برضو الاغذيه الثانيه اللي بتعتمد على نوع معين من الايه من المجموعات الغذائيه ده بيبقى ليها اضرار وبتبقى عايزه متابعه مش يعني الشخص ما ياخدهاش لوحده ويمشي بيها لا بتبقى عايزه متابعه فتره قصيره ويبقى ليها اضرار برضو سوء استخدامها او استخدامها لفتره طويله. احنا عندنا عادات غذائيه كتير خاطئه وثقافه الغذاء او الاكل عندنا في الاسر المصريه للاسف شديد كلنا عندنا المشكله دي يعني دايما يقول لك البروتين او اللحوم هي رقم واحد على السفره المصريه يعني لازم في اي حاجه ده رقم واحد هي نسبه البروتين او اللحوم. ازاي نغير من عاداتنا الغذائيه دي وحضرتك كان المدير معهد القومي للتغذيه نرجع زمان نرجع إيه؟ زي زمان يبقى غذاء زمان صحي كان ايه كان وآمن الاسر أو. يعني الاكل في كان بيبقى في نظام في الاكل كان مثلا اللحوم ده كان بتبقى مره او مرتين في الاسبوع كان بيبقى فيه اكتر بياكلوا الخضار الفاكهه ما فيش الحاجات الفاست فود والحاجات دي تودينا في داهيه والجيل الجديد كمان للاسف هي العادات فلازم احنا يعني ننشئ الاطفال على ان احنا نرجع زي زمان حتى الاكل مع الاسره يعني الاكل الاسره ده بيكسب الطفل عادات وتقاليد بتبقى كويسه صحيه طريقه الاكل كميه الاكل اللي بتتحط صحيح. فدي لازم الام وهي بتعد الاكل التنوع في الاكل كميه الاكل اللي مش لازم احط الاكل كله على السفره لا يعني كل واحد بيبقى ايه بطبقه وبيغرف الكميه المحدده ليه عشان هو دي الكميه المطلوبه البورشن سايز دي الكميه المطلوبه من الخضار اللي احط قد ايه رز احط كميه البروتين وبعدين دلوقتي يعني لازم يبقى في الاسبوع يبقى في يوم او يومين ما فيش بروتين حيواني يبقى صحيح. بروتين صح. نباتي عندنا احنا عندنا اكلات كتير قوي من البروتين النباتي مشهورة قوي في مصر يعني الكشري والاصفر او الكشري العدس الجبه ده يعني من الحاجات اللوبيا الفاصوليا عندنا كتير قوي اكلات مصريه مشهوره بالبروتين النباتي وطعمها بيبقى حلو بيبقى صحي اكتر
للجسم. فيعني طبق الكشري مع طبق سلطه ده بيبقى ايه من الحاجات المفيده جدا. الفول برضو من الحاجات الاساسيه في الغذاء يعني. ندور في دفاترنا القديمه واكلاتنا القديمه كمصريين يعني هنلاقي وجبات متوازنه كتير. يا دكتوره سحر نورتينا وشرفتينا. دكتوره سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذيه، شكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا ليكي، نورتينا وشرفتينا. وزي ما بتقول منا هندور كده في الدفاتر ايه الدهون النباتيه المهمه ونغير، نحاول نسمع كلامك وناكل سلطه كتير وفاكهه وخضار زي ما الدكتوره قالت. الخضروات والفاكهه هي رقم واحد، وما ننساش السمك والسمك طبعا رقم واحد في التغذية السليمة. نورتينا وشرفتينا.